أحبتي المشاهدين الكرام أينما كنتم أسعد الله مساءكم بكل خير، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع الناس، نعيش معهم معاناتهم ونسمع لشكاويهم. في البدء أريد نتحدث عن موضوع مهم. هذا الموضوع هو ماذا يريد المواطن، ماذا يريد المواطن من الحكومة، من المسؤولين، من الموجودين اليوم على رأس الهرم في السلطة. يعني نجد أن المواطن يتظاهر ويخرج بتظاهرات، سواء كانت التظاهرات عفوية أم تظاهرات مسيسة أم تظاهرات هي مدروسة أساسا، لأن ربما المواطن يريد من هذه التظاهرات تحديدا أن يوصل رسالة معينة. نجد أن هناك تظاهرات لموظفين يبحثون عن مثلا صرف رواتبهم لمدة شهرين أو 3 أشهر التي لم تصرف. نجد أن هناك تظاهرات لعاطلين عن العمل يريدون أن يتم تعيينهم أو توظيفهم حسب الكفاءة وغيرها. نجد أن هناك تظاهرات كما يحصل مثلا يوم أمس في البصرة مثلا للمطالبة بمحافظ مستقل. طيب لماذا اليوم إحنا نجي نتظاهر بعد 3 سنوات من الانتخابات، أو بعد ما بقى غير كم شهر على قرب الانتخابات نجي نتظاهر ونبحث عن حلول، بينما إحنا أساسا المواطن هو أس المشكلة، المواطن هو السبب. ليش أنا ألقي باللوم على المواطن؟ إيه أنا أقول للمواطن، لأن المواطن هو من خرج وانتخب هؤلاء الساسة الفاسدين وبعدين يطلع يتظاهر عليهم، أو كمظاهرات التي مثلا التي دعا إليها زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر وغيرها من التظاهرات. إذن ماذا يريد المواطن؟ كيف راح نخلص؟ طبعا التظاهرات هي ظاهرة صحية، لكن الآن بعد خصوصا القانون الجديد ترى مو من حقك تتظاهر إذا ما تبلغ الحكومة والمجلس المحلي إلى آخره، هذه الدوامة اللي عملت عليها أو التي عملت عليها الحكومة للحد من هذه الظاهرة، ظاهرة التظاهرات. وسبق أن شفنا تظاهرات اللي دعا ايضا الى زعم التيار الصدري واقتحم على اثرها مجلس الوزراء، اقتحم على اثرها مجلس النواب في العام الماضي، وحدث ما حدث كما رايتم. لكن اكو حل، اكو اصلاح، اكو شيء بين؟ للاسف لم نجد اي شيء، وما بين اي شيء اطلاقا. إذن ماذا يريد المواطن؟ نجد أن النازح يريد العودة إلى مدينته، نجد أن النازح الذي عاد إلى مدينته يريد تحسين الخدمات، يريد تعويضات، يريد يبني بيته، يريد يعمر منطقته وإلى آخره. إذن هي مطالبات كثيرة للمواطن، لكن الأساس أنه عندما أنت تأتي بشخص نزيه ومعروف وتنتخبه وتحطه على رأس الهرم، وبعدين من تريده وتنخاه يجي يوقف وياك، يجي يبلط لك شارع، يجي يبني لك يحفر لك بير، يجي يعمر، يجي يبني لك مستوصف، مؤسسة، مدى إلى آخره من الأمور. بعدين أنا مود أنت ما تندم، وأنا متيقن وأعتقد أن الكثير اليوم اللي من المواطنين هم ندمانين شلون انتخبوا اللي الموجودين اليوم على رأس السلطة، وشلون وصلوهم إلى مقاعد البرلمان، وجوز حتى عضو مجلس المحافظة أو عضو البرلمان بعد ما تنتخبه وتثقف له وإلى آخره، يجوز تتصل عليه ما يرد عليك، وكثير من هاي الحالة. إذن ماذا يريد المواطن؟ هذا عنوان حلقتنا مع الناس. ننتظر اتصالاتكم وأراءكم ومشاركاتكم عبر هواتف البرنامج اللي راح تظهر أسفل الشاشة. خلي نشاهد بالبداية نبذة عن ماذا يريد المواطن، المواطنين النازحين من بيجي يطالبون بالعودة، وبعدين يطالبون بمن؟ بالتعويضات. خلينا نشاهد هذا وبعدين نرجع.
تعوية فلوس شيء خامة انرد قوتلة انا ادمي كبير انا شايب واجه نروح نقعد بالشمس ما يرهم يرهم نقعد بالشمس قاري يشوفونا يساعدونا بس لا يموا بيوتنا وقتلوا حلالنا وديحونا دايحين. زين يوم انت هناك من رجعت من جيتي من بيج اشتركتي وصارت مش قد من الناس تركنا والله حلالنا كله كله والله غارب العمر لا ثوب شنا ولا كل شيء شنا والله تكرم حتى الحذاء فرد وفرد لبست والصواريخ فوقاية والضرب وهجينا وخلينا خشاب وغراب وبنكات ومبردات وزجاج وثلاث هوايش وقنام كله عفنا ومشينا. شو الطالبين الحكومة؟ أطالب غير تعويض حلالي بيتي دحنا نايحين. تهجرنا من بيجي بطرق الدشاديش اللابسينه طلعنا هوشنا وقنمنا وسياراتنا وبيوتنا كلها راحت والله ما نعرف منا شايفين منا خيط بإبرة وهسه ما عدنا شيء دينار فلس ما حصلنا منهم من تهجرنا لليوم نطالبهم تعويض ونريد يعوضونا ونريد يردونا على بيوتنا. شلون عايشين هنا من واقفين؟ والله خلف الله على أهل سامرة خلف الله على أهل سامرة رايتهم بيضة راية أهل سامرة رايتهم بيضة خلف الله عليهم لو ما أهل سامرة احنا ميتين. والله ما كذب عليك لا عليك ولا على الله ولا على مخلوق على وجه الارض لو ما هل سامرة احنا متكونين بالقبور والله ما نملك غير رحمه الله. زين الحكومه ما قد زين المليون والله ما شفنا درهم حتى البطايق انطونا بطايق وما انطونا دينار عليهن كل ما نروح يقولوا مفارقه ماكو رصيد لهن البطايق مال الهجره يعني مال المليون والله ما شفنا دينار والله دينار ما قبضنا من هالدولة. وش قد انتم من نازحين يعني؟ اليوم البارحة صار سنتين أكثر من سنتين. من 2004 يمكن ما أدري من تهجرت الوادي؟ 2014. والله لحد الآن معاهدك والله ما دينار فلا قابضين من هالدولة. لكم الله ومان الله لو عانى في أنفلس ما واحد انطانا منهم. من عمت الحجة تقول عندنا واحد استشهد. ايه الشهيد هذا يداوم بالفرقه الرابعه وذبحوا داعش ذبحوه وما انطونا تعويض. ابنك؟ ايه نطالب بتعويضه. ابنك شو اسمه عمي؟ ابني اسمه علي حسين جميل حسين. علي حسين جميل حسين. وين يداوم؟ بالفرقه الرابعه. جيش؟ ايه جيش. ذبحوه؟ وذبحوا داعش. طالب وزير الدفاع بالتعويض؟ اطالب حتى رب العالمين بتعويضه، اطالب الحكومه واناشد كل شريف وكل طيب وكل من به غيره اطالب بتعويضه. وسويت المعامله والمعامله كملتها من شهر الواحد وبلجنا بتكريت ولليوم ما شايف دينار. مرة أخرى أحبتي الكرام مرحبا بكم. ينضم معنا الدكتور علي الحديثي الأمين العام لتجمع حزب نهضة جيل. دكتور علي مرحبا بك. حياك الله. عليك السلام ورحمة الله. دكتور علي بداية يعني ماذا يريد المواطن من المسؤولين في الحكومة برأيك؟ يعني أنت كيف يعني اليوم أنت كمواطن اتركني من أنت أمين عام حزب لا احكي لي كمواطن شنو اليوم يريد المواطن من الحكومة وما هي وجهة نظرك في التقصير الحكومي الواضح؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أحييك وأحيي المشاهد الكريم وحيي قناتك الموقرة. بالنسبة للمواطن العراقي منذ 13 عام وهو في معاناة تزداد عاما بعد عام وجميع ما يمس حياة المواطن ومستقبله وكيانه في انحدار مستمر. ما يعني المواطن وما يبغيه المواطن هو الحياة الآمنة الحرة الكريمة. ما يعنيه هو الأمان. ما يعنيه هو أن يكون في بلده يعني يشعر بهويته الوطنية،
يشعر بأن هناك دولة ترعاه في الداخل والخارج، يشعر أنه دولة تحميه في الداخل من التقصير الدولة، من آثار تقصير الدولة والأذرع اللي معها انتشار داعش بالصورة هذه اللي. لكن دكتور خلي أبدأ، يعني أنت ذكرت دولة تحميه، يشعر يشعر يشعر، طبعا ذني كلهم ترى المواطن ما يشعر بهم دكتور. أنا حضرتك تقول لي ماذا يريد المواطن؟ أي. فأنا أجاوب حضرتك أقول لك المواطن يريد يشعر بأنه نعم. هو في دولة آمن في بلده، آمن في بيته، آمن على رزقه، آمن على مستقبل أولاده. هل من هذا شيء حصل أم في تدهور مستمر؟ المواطن فاقد حتى كيانه، فاقد حتى هويته الوطنية. الآن قبل لحظة كان على شاشتكم الغراء نعم. الاتصال بعائلة من المنكوبين. هؤلاء كانوا كلهم ضحية إهمال الدولة إلى حد اللحظة تسمعوا يقول ولا شو اسمه ولا عمرنا شعرنا بتقدم الدولة إلينا ولو زلفة للأمام في درهم أو دينار أو خدمات أو كلمة طيبة. طيب هذول مئات الألوف من النازحين ضحية عملية إرهابية كبيرة كان للدولة تقصير فيها. طيب الدولة ما مقصرة فيها، الدولة واجبها المواطن، هدفها ديدنها المواطن. ماذا يرغب المواطن من الدولة إلا أن تحميه الدولة، إلا أن تعينه الدولة، إلا أن تعيده إلى سكنه وتعيد المهجرين وتوصل البطاقة التموينية وتصلح التعليم وتصلح الصحة وتصلح الأمن وتصلح الجيش والقوى الأمن بحيث تكون السلاح بيد الدولة، أن يكون للدولة كيان في الداخل والخارج. هذا اللي يبغي المواطن. هل من هذا شيء؟ الدولة مقصر 100% في الكثير من هذه الأشياء لم تكن رمتها. وكيف تصلح؟ وكلنا نعلم انه ما يحصل الان من 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 من, من تزاحم وتنافس غير مشروع على الانتخابات وعلى الكتل وعلى المواقع وعلى الفساد الذي ضرب اطناب البلد بشكل لم يسبق له مثيل. وبالتالي هناك عدم شعور من المسؤولين بالمواطن، واصبح المواطن شيء ثاني، والمواطن الان ليس له الا الله. جميل، انت ذكرت عده قضايا انه يجب ان تتوفر او توفرها الحكومه للمواطن، لكن الا تعتقد ان المواطن هو ايضا سبب رئيسي في هذا التدهور الذي يحصل؟ انا اقول لك شلون، انت راح تقول لي شلون المواطن هو سبب رئيسي؟ لان المواطن من يخرج وينتخب نفس الوجوه وينتخب الفاسدين واللي يدري بهم ما راح يقدموا له شيء ويرجع ينتخبهم، اذا المواطن هو سبب في هذا الشيء، صح ولا لا دكتور؟ انا مع بس لازم هذا الموضوع استاذ لازم يفسر تفسير دقيق. اتفضل كجواب. اتفضل. هنالك امور كثيره. نعم. اولا انا معك من حيث المبدا أمانة الصوت المواطن، مو أمانة المرشح، أمانة الصوت للمواطن، من تعطي صوتك إلى شخص تعلم خلفيته وتعلم أنه لم يخدم في المرحلة الأولى أو المرحلتين الماضية، على هذه أمانة ثقيلة عليك أن تؤديها وتنتخب من ترى فيه الخير للبلد، لا تعيد انتخاب ناس فاسدين أو طائفيين أو ذهبوا بالبلد إلى جون الأزمة. طيب. أولاً خليني أنتقل وياك إلى فاصل مهم وبعدين أرجع أكمل وياك النقطة الثانية. إذن أحبتي الكرام مستمرين معكم في برنامجكم مع الناس ومع أيضاً الدكتور علي الحديثي الأمين العام لتجمع حزب نهضة الجيل، لكن بعد هذا الفاصل. مرة أخرى أحبتي الكرام مرحبا بكم دكتور علي الحديثي، مرحبا بك مرة أخرى. مرحبتين حياك الله. دكتور علي، أولا تحدثنا عن أمانة الصوت. نعم. لكي تفسر الموضوع تفسيرا دقيقا. نعم. خلينا نحكي عن النقطة الثانية، تفضل دكتور. النقطة الثانية هو السياسيين. نعم. الذي يسمونهم سياسيين وتولوا العملية السياسية. يعني هم مو سياسيين؟ نعم. هم مو سياسيين، تقول الذين يسمونهم سياسيين. والله أعتقد عنوان البرنامج اللي بيني وبينك الآن هو يحدد مكانتهم. ومعاناة المواطن هي التي تحدد مكانتهم. طيب دكتور تفضل. فلذلك بالنسبة للموضوع هذا. نعم. السياسيين ولجوا على أنه يصادرون بكل الطرق إرادة الناخب، وصلت الرشوة إلى كارت موبايل، وصلت إلى بطانية، وصلت إلى الكثير، وصلت إلى تزوير، وصلت إلى كثير من الأمور
بدون شرح التفاصيل، والمواطن يعلم بذلك ويتألم عنها. النقطة الثانية عايف قبل لا تقل الثالثة، لكن اليوم أنا كمواطن وأريد أروح للانتخابات وأنتخب، ويجي نائب صار هسه البرلمان ينطيني كارت أبو العشرة وأوافق أخذه، إذا أنا أيضا خلل من عندي أنا، يعني مو بس من هو أكو، لكن هنا الخلل يصير من ال 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 يعني الجريمة مشتركة، مشتركة نصف على المواطن ونصف على النائب، صح؟ نعم، وأنا حكيت لك إياه أمانة الصوت، نقول يا مواطن أمانة الصوت سواء بفلوس أو بناموس عليك أن تحافظ عليها لخدمة نفسك وأجيالك وبلدك. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية باختصار هي تصرف السياسيين واتفاقياتهم وعملياتهم بالانتخابات وبغيره وبمصادرة الأصوات بكل الطرق. نقطة أخرى مهمة جدا، نعم. يعني الآن أمانة رجال الدين، نعم. ومنظمات المجتمع المدني، نعم. والمنظمات الإعلامية، الاجتماع الحر الهادف الذي يهدف إلى خدمة العراق، هؤلاء يجب أن يتحركوا ويوعوا المواطنين وأن يقولوا كلمة الحق. مثلا أنطيك مثل إلى موضوع حكيته قبل يومين في موضوع مهم جدا في موضوع رجال الدين مثلا، نعم. رجال الدين الشعب العراقي تعرف شعب متدين ويجلهم، كان مثلا في بعد ثورة العشرين كان سيد محمد سعيد الحبوبي رحمه الله من أعلام رجال الدين في العراق، نعم. جاءه المندوب السامي البريطاني والسفير البريطاني جاءوه بشيك 100,000 دينار في ذلك الوقت من ملكة بريطانيا، قالوا له هذه هدية من ملكة بريطانيا لفقراء الشيعة. ماذا قال لهم؟ نعم. قالوا للمجاور له مستشاره اقلب الشيك واكتب عليه أعيده إلى ملكة بريطانيا لإعطاء ما فيه من مال إلى عوائل القتلى السيك الذين جاءت بهم بريطانيا مع جيشها وقتلهم ثوار العراق دفاعا عن العراق. الله. عندما خرجا من الجلسة، نعم. سأل المندوب السامي السفير، سفير أقوى كان مركزه، قال له ماذا نقول للملكة؟ قال له أنا سأجيبه. قال له ماذا تقول؟ قال له سنقول لها جئنا لنشتريه فاشترانا. اسمع أخي العزيز، هذا دور رجل الدين اللي يجب أن يوعي هذا العراق. هذا العراق أبو الثورات، ثورة الحسين عليه السلام على الظلم ما كانت إلا على ثرى العراق. إحنا كليتنا المفروض يتحرك الشعب العراقي، والشعب العراقي على فكرة العلم كله عراقي، والثورات كلها أصلها في العالم حتى الدموية من العراقية. فآن الأوان للشعب، لا ندعو الشعب إلى الثورة بغير الكلمة وبغير كلمة الحق وغير أن يطالب بحقوقه مدنيا وفق القانون وفق الديمقراطية. فلذلك الشعب العراقي وعى هذه الحقيقة، وأنا من خلال وجودنا كتجمع نهضة الجيل في الحلقات اليومية مع المواطنين نشعر أن المواطنين بدأوا فعلا يشعرون بالغرق النهائي للعراق إذا بقى هذا الحال، ويقولون لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، لدغنا 3 مرات. آن الأوان أن نقول كلمة الحق ونقولها في الصناديق، والصناديق هي التي تتحكم في المصير، وهذا أملنا وشعارنا من المواطنين، جل المواطنين وليس قسم منهم. أنت ذكرت عدة نقاط، هذه النقاط مهمة، لكن ماذا تقول لمن يرفض الانتخابات أساسا، يعني يرفض يخرج إلى الانتخابات لأنه يقول يا أخي عليش إحنا نروح للانتخابات، انتخابات لو مزورة والوجوه نفسها اللي راح تصعد، وحتى لو رحت أنا انطيت صوتي صوت من آلاف الأصوات ما راح يغير شيء. ايش نقول لها برايك دكتور؟ انا اشكرك على المداخله والاضافه لانها فعلا جواريه، وانا استمعت اليها مئات المرات من مواطن يقول يا اخي ادعوا الناقه فانها ماموره، مكتوب على العراق، مكتوب الدول الاقليميه وامريكا وغيرها، ورايحه للموضوع انا عليش ما بتعمل، وهاي والله يقول هاي 3 مرات يكفي عاد. حاله القنوط التي وصل اليها المواطن العراقي، والله انا اقول لك اياها من نحكي بانصاف، والله قسم انما اقول له حقك، لكن إذا بقينا قانطين وركنا ظهورنا إلى الحائط إلى الجدار غرق العراق وغرقنا وانتهى مستقبلنا، وعلينا أن نصحى من جديد ونقول كلمة الحق بطلب التغيير وفق الدستور وفق القوانين، إلى أن يتبوأ الناس الذين يعرفون المواطن ويعرف خلفيتهم وغير ملوثين وغير طائفين يتبوؤون مراكز القيادة. أنا الأوان يتحرك الشعب، فعندما نقول للمواطن هكذا يتغير وفعلا يعاود الاتصال ويعاود انه النشاط وكانه بعثت به روح الامل من جديد.
نعم جميل دكتور. خلي الآن المواطن نجد هناك تظاهرات كثيرة في الشارع العراقي، اللي مثلا يخرج على مصارف إلى رواتب هذه بسيطة، اللي يخرج مثلا اللي يريد يغير أو إصلاح أو إلى آخره. اليوم احنا هل ممكن في رأيك يجي يوم احنا نخلص من كل هاي التظاهرات وتكون عندنا حكومة مدنية تكنوقراط، يعني سميها ما شئت، في يوم من الأيام في بالك مرسوم هكذا ممكن يكون للعراق؟ والله احنا في تجمع نهضة الجيل من جئنا كتجمع جديد غير مرتبط وغير منبثق عن أي كتلة سياسية وغير مدعوم من أي دولة. جئنا عراقيين من كل، وهذا شعورنا اللي ببال حضرتك، هو إحنا اللي نترجم هذا الواقع نتيجة شعورنا بأنه يأتي هذا اليوم وليس ببعيد. أخي العزيز، العراق ولادة بالرجال، انظر كم مرة غزا العراق، وأنا دائما أسمي العراق الذهب، عندما يكون قديما ويكون يصدى وتذهب يذهبون النساء فيه إلى والرجال إلى صاحب الذهب يسبكه ويعيده أفضل مما كان. هذا كان، هذا حال العراق، ولاد من رجال، ورجال العراق لم تنتهي. ويأتي يوم الشعب يقول كلمته، ويأتي يوم أنه العالم يقول كلمته، فيكون العراق إن شاء الله في مأمن وفي قيادة بإذن الرحمن، قيادة عراقية حقيقية غير مرتبطة ومتأثرة بأي أجندة إقليمية أو دولية إلا لله، ثم إلى أجندة مصالح شعب العراق. جميل. ولا يساورني شك في ذلك. جميل دكتور، تعتقد هذه الانتخابات أفضل من سابقتها؟ ممكن ماكو تزوير، ممكن إذا الشعب فعلا خرج وصوت للناس اللي هما أهل لذلك واللي هما ثقة، تعتقد يصير تغيير بالحكومة؟ كيف ممكن إحنا اليوم أيضا بعد ما تخلص الانتخابات، كيف ممكن أن نتخلص إحنا من محاصصة، شيء اسمه محاصصة طائفية اللي قضت على البلد؟ طبعا المحاصصة الطائفية والفساد هم اللي قضوا على البلد، والمحاصصة هي مكملة للفساد، ولولا المحاصصة لما أصبح هناك فساد. تفضل دكتور. والله شوف، احنا الموضوع اللي امامنا انه المظاهرات تطلع في كل لاين او في كل اختصاص تطلع مظاهرات، صحيح العراقيين اللي يطلعون على كل اختصاصات لازم يرجعوا لبيوتهم، ما عندنا شيء اذا ما تخلف بالكامل. يعني مثلا عندك 25,000 عراقي يشترون جوازات سفر سودانيه، منهم 10,000 ماجستير ودكتوراه، على صعيد احترام هويتك بس تروح بها بين الدول سودانيه، مع محبتنا للسودان طبعا، بس هذا العراق. هذا واحد. اثنين، احنا من ناحيه العلم حتى الامم المتحده اليونسكو حتى شهاداتنا شطبت عليها من كل، الحمد لله، بايش تجي؟ بالصحه، بالخدمات، بالكهرباء، بايش تزيد؟ يعني احنا تقدمنا من حق المواطن بالمحاصصه الطائفيه، بالفساد اللي هو يعتبر ثالث افسد بلد في العالم من كل الامور هذه، فمن حق المواطن. لكن يا حقيقه هاي المواضيع لها وقتها، لانه المحاصصه والفساد انت وصفتها وصف حقيقي صحيح، هي بنت بعضها، لكن اكو دول فاسده لكن ما بها محاصصه، بس احنا العراق لا، المحاصصه كان الشريان الابهر الذي غذى الفساد. احنا بالنسبه لموضوعنا هذا نعتقد انه البرلمانيين او العمليه السياسيه وخاصه الكتل الكبيره منها بدات تقاتل عن مواقعها والدافع، وتشعر هناك سيحصل تغيير بدليل ما حصل قبل ايام بمحاوله فرض سانتليغو المسمى معدل، وهو تفريقه من محتواه الى 1.7. وعلى فكره احنا التجمع الوحيد، تجمع نهضه الجيل، اصدر بيان امام 30 فضائي في بغداد، يعني شجب هذه العمليه ودعا المواطنين الى ان يقولوا كلمتهم. المقصود الدفاع عن عرين الكتل الكبيره وحرمان الناس اللي يعشن بهم المواطن التغيير، حرمان المواطنين اللي خلفيتهم وجايين يريد يغيرون ويريد يقدمون وملتف عليهم الشعب، لا، حرمانهم بطريقة معينة ويقول لك هذه الديمقراطية مالنا، يجب أن تبقى الأربع خمسة أحزاب أو ثلاثة مسيطرة، والعراق إلى حيث لا أغير ولا أخلي ناس تجي تغير، لا أرحمك ولا أخلي رب العالمين يرحمك. هذا هو الشعار المرفوع. ولكن زي ما حكيت لك قبل الجواب اللي قبل هذا، صدقني العراق رغم كل التزوير اللي حصل سابقا، رغم سائر نحو تغيير حقيقي، وإن شاء الله يكون التغيير منشود للمواطن. يعني أنت متفائل دكتور؟ لازم أتفائل، هذا شعبي وهذا، يعني أنا قاعد أشوفك متفائل رغم أنا مو متفائل بصراحة. أنت حقك وأنا حقي، انت حقك، لان بالاعلام ترى ما 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 يمر به العراق والمواطن والمعاناه من النازحين الى غيرهم، يعني نازحين الان محرم ودونهم ما يستطيعون يرجعون له،
نعم. نازحين افرغوا من كل الجيوب وافرغوا كما سمعنا قبل قليل، ما التفت. انا ما عندي دوله، انا ما عندي بلد، لمن التفت؟ هذا من تسمع هذه وتسمع آلاف المعاناة تقول هذا شيء غير، لكن من تجي تقرأ العراق وتاريخ وتقرأ شعور المواطن، تقرأ همة المواطنين، وتقرأ غيرة المواطن العراقي، لا تقول العراق إن شاء الله يقبل على تغيير، وإن شاء الله لا نقنط، والله الموفق، والشعب هو اللي يقول كلمته. جميل. شلون احنا، سألتك سؤال سابق، شلون احنا راح نضمن الانتخابات ما تصير مزورة وهيمنة الأحزاب الباقية، الأحزاب المتنفذة، أحزاب السلطة هيمنتها على الانتخابات، شلون نضمن؟ والحل الوحيد لها أخي العزيز هو أن يكون التثقيف والتوعية من جديد للمواطن، بحيث يصحو المواطن ويبتعد عن القنوط، وتذهب الملايين إلى صناديق الاقتراع، حينها حتى التزوية ما راح يغير ذيك التغيير الكبير، لأن هناك مراقبة وهناك دولية وطرق أخرى كثيرة إن شاء الله هتكون بالانتخابات هتخفف من عملية التزوية، لكن كثرة الذهاب للصناديق سيؤدي بنا إلى أن يأخذ كل بحق حقه، وبالتالي بيكون التأثير التغيير اللي صار على قانون الانتخابات أو التأثير التزوير المتبادل بين كتل كبيرة راح يكون تأثيره أضعف مما كان بالسابق، ودخول أي نسبة الآن ممكن الدورة القادمة تسندها بنسب أكبر تؤدي إلى خدمة المواطن والمواطنين. يعني سانت ليجو 1.9 الآن سوى 1.7، فرق شيء برأيك؟ شوف هو مو عليه، حتى هو كان بالعالم كله يستخدم 1.4 سابقا 1.6، هو مو هذا الموضوع. لا، الموضوع المواطنين إذا ذهبوا للانتخابات وقالوا كلمتهم بكثرة ما راح يغيرون شيء للجماعة، خاصة إذا تم حماية الصناديق من التزوير. انتبه لي على نقطتين أستاذي الكريم. نعم. النقطة الأولى الانتخاب بكثرة، وثانيا حماية الصناديق من التزوير وحماية المفوضية، هنا سيكون قول الكلمة الحق ويكون الحقوق. ما راح أقول لك 100% العالم كله بيتزوير، ولكن نسبة عندنا ستقل يعني بشكل كبير. العالم كله بيتزوير دكتور، بس مو مثلنا احنا. اي نعم، وانا عالم كله بيطراقيع بس مو مثل طرقاعه. اي يعني 5-7% 10% بس مو، لكن مع هذا احنا نعشم المره القادمه تكون مراقبه، وان يكون على الصناديق وعلى الحاسبات من المفوضيه الى المراكز الانتخابات، ربما سيكون فيها تضييق كثير للتلاعب، وزائدا كثرة المصوتين صدقني سيكون يقول الى نتائج افضل من السابقه بكثير. طيب دكتور، عندك شك في أن أغلب، ليس الكل، أغلب أعضاء البرلمان العراقي من 2000 من 14 سنة كلهم وصلوا إلى البرلمان بنزاهة؟ إذا ما كانت المفوضية تزور، إذا ما كان هو مزور، إذا ما كان هو دافع رشوة إلى آخره، إذن هي عملية وصول أعضاء البرلمان إلى البرلمان العراقي يشوبها الشك أصلا، مو تعتقد ذلك؟ هو شوف إحنا لم نلمس الأدلة القاطعة بأيدينا، لم نلمس، أنا رجل محامي دولي بالأساس يعني، فنعمل بالأدلة، فأنا لم ألمس الأدلة، ولكن أستمع إلى المواطنين الذين يتحدثون على أنه هاي الكتلة وذيك الكتلة وكذا وكلها تزوير وكلها كذا، ولكن ياكو شغلة، ممكن المعيار النتائج الأمور تقاس بالخواتيم كما يقول العرب بالنتائج، يعني من تكون البرلمان هكذا والوزارات هكذا، إذا هذا ما اشتغلوا عن وطنيا عن غير وطنيا، ما اشتغلوا عن حرص للعراق، فإذا أنت تفتش عن طريق تشك بالطرق اللي جاوا بيها، تشك بالمحاصصة، تشك بكثير من الأمور هذه. عامل الوطني مفقود، العراقي لا يشعر بالهوية الوطنية تحت ظل 3 حلقات برلمان، مفقود كل شيء للعراقي، مفقود كل أمل للعراقي، يعني هل معنى ذلك أنه العراقيين كلهم كانوا نزيهين من راحوا انتخبوا هؤلاء عن غير عراقية؟ إذن هناك يشوبها الكثير من الشكوك، ويشوبها الكثير من عدم الدراية، ويشوبها الكثير من الخطأ من المواطن إلى اختياراته أيضا. نعم، اليوم أكو موضوع مهم خلي أنتقل لك به، أو خليني أنتقل إلى تظاهرات 11 آب في كربلاء. نعم. الزميل المخرج نشوف أنا وياك دكتور وبعدين نرجع، أعطيني تظاهرات 11 آب في مدينة كربلاء وبعدين نرجع. أعطوني الله، هاي تظاهراتنا مستمرة للقضاء على المفوضية المسيسة، المفوضية اللي دمرت العراق اقتصادا وشعبا وسياسا،
انتم دمرتوا يا مفوضيه، وانت صفاء الموسوي لا تقول مستقل وتشذب، انت من حزب الدعوه وانسجنت 10 سنين ونعرفه بيتك بالاسكان، شنو تقول بعد انا المستقل؟ لا تشذب، نعرفك نعرفك. وعلي الاديب اجى الكربلاء قبل فتره، علي اللا اديب، لان هو لا يستحي ما يحش على التيار المدني، هذول اخوتنا اشرف من عندك، هذول ناس نظيفين مو مثلك حرامي، وتوزع كرفانات للناس الفقراء على شكل منازل وتقول لهم انتخبون ونعطيكم اياهم، هاي هم مو سرقه اصوات الناس؟ نطالب بتغيير المفوضيه، هي اللي عادت في الارض فسادا، دمرت العراق هي والشمعه والثلاث خمسات، انتم ثلاثتكم دمرتوا الشعب، يا اخي متى ما يراتكم عجيب، ما عندكم غيره، ما عندكم كرامه، شويه هنا هي نقطه اذا بقت موجوده، بس هي راحت المسحت. احنا تظاهرنا من اجل الاصلاح اولا المفوضيه، مفوضيه مفوضيه محاصصه، يعني يردون بس الكتل الكبيره اللي هي ما جانا من عندها غير الاذيه. السلام عليكم ايها الحضور الكريم. وبعدين احنا وهسه النوب هذه الانتخابات الجديده بعد ارده جمهور غفير يرفض المحاصصه الطائفيه والمفوضيه التي غير مستقله، وتقسيم سانتياغو قرار البرلمان الجائر اللي اقره على تقسيم 1-9 وتراجع الى 1-7، والجماهير الغفيره تطالب الى 1-4، وهذا التقسيم تقسيم عادل يعطي للحصص الاحزاب التي هي اقل نسبه يعني بالتقسيمات، واحنا اليوم متظاهرين على هذا الاساس، اساس تقسيم بيان تقسيم سانتياغو الذي هو اجحاف بحق العراقيين وتغييب الاحزاب والكتل السياسيه الموجوده داخل العراق. الجمعه دكتور شراء، ايش تعلق برايك؟ هذا كلام مواطنين من كربلاء، يعني بعيدا عن المناطق اللي صار بها معارك، المناطق الانبار وصلاح الدين والموصل وغيرها، يعني المواطن اليوم من جنوب العراق ويتكلم بهاي اللهجه، طيب كيف شنو اللهجه اللي ممكن يتكلم بها مواطن المناطق الغربيه والشماليه؟ أنا سؤال راح أعكسه على حضرتك، هل اختلف مع آمالي وطموحاتي هذا التصور مع المواطنين؟ لا طبعا، هذا واحد، هذا أمنا، يعني أنت مواطن، هذا أمن أيضا، هذا أمن نفكر نفس التفكير بخلاف ما يفكر به المسؤول. هذا أمنا ورأس مالنا، إحنا علينا أن نثور الشعب بشكل مدني يرفض المحاصصة. شوف أنا منذ 6 أشهر أقول الطائفية ستنتحر، بدأت تنتحر في وسط وجنوب العراق قبل أي منطقة أخرى، لأن شعر الطائفية من وراها وإلى أين أدت، وين المستفيد منها؟ وبالتالي بالنسبة للموضوع صدقني أن الشعب العراقي وعى، مو ذلك الشعب العراقي، وانظر إلى الكتل الكبيرة كيف قامت تتصرف كأنه قسم من أبغض اتفقت صوابها فيما قراراته وأموره، لأنه عارفين الشعب سيقول يوما، سيقول كلمة وجاء هذا اليوم. وبالتالي المنطقة الغربية مهجومة، تعرف أنت المنطقة الشمالية الوسط الديالة شو اسمه صلاح الدين والكركوك والموصل، المناطق مهدمة مدمرة، دمرها الإرهاب الأعمى. ولكن هذا لا يعني أن المواطن يقول والله دمر الإرهاب، ما له علاقة الحكومة، ومنين جاء الإرهاب لو الحكومة عادلة؟ منين جاء الإرهاب لو الخدمات؟ والمواطن شعر هو ابنه مضمون وما يكسب ابنه للإرهاب ولا غير ابنه كاسبة الحكومة للوطن، وعنده هوية وطنية وشعر هذا وطنه ومستقبله مضمون،
والخدمات موجوده، وبالتالي هاي الامور كلها الان حتبرز للساحه، وهاي الامور كلها الان اللي شفتها بكربلاء حتكون في كل مناطق العراق ان شاء الله صوب عمليه التغيير الحقيقي. جميل. دكتور سؤال اخير. نعم. حزب او تجمع حزب نهضه جيل، يعني شنو من اولوياتكم؟ باي محافظات راح تنزلون باختصار؟ والله اولوياتنا التنميه والاعمار وقبل كل شيء التسامح. التسامح، لانه بلداننا اذا مو تسامح ما يمشي بها كل الامور، انت تعرف خاصه اختلقت لنا امور تمس الوطنيه والمواطن العراقي بعيدا عنها، فرضت على المواطن العراقي. نعم. والحمد لله عرفها وتجاوزها. اثنين بالنسبه لعندنا التنميه، عندنا اهم شيء الهويه الوطنيه، عندنا اهم شيء الخدمات المواطن، عندنا مكانه العراق، عندنا مكانه العراقي، عندنا البنيه التحتيه، عندنا العلم اللي راح، عندنا القضاء، عندنا كل هذه. اقول لك شيء خال بس ما تزعل مني. نعم. ما تزعل. لا تفضل. كل الاحزاب اللي تجي او تعلن بالانتخابات تحكي نفس هذا الكلام، صح ولا مو صحيح؟ ما اختلف معك. ها؟ ما اختلف معك، لكن من اللي جاء وفاز واخذ مواقع وتحدى كل العالم وقال انا مع اجندتي اللي رفعتها انسحب من البرلمان اذا ما يتنفذ شيء يخدم المواطن كذا وكذا. يعني باكر اذا علي الحديثي فاز بالانتخابات وما طبق هاي اللي قال عليها تنسحب من البرلمان، اجيبك لقاء تلفزيوني دكتور. انا حاضر. انا حاضر. زين. طيب اي محافظات؟ نعم. اي محافظات انتم؟ كل العراق مالنا احنا. كل العراق. يعني الان راح تنزلون وين بالانتخابات؟ اي محافظات؟ كل المحافظات عدا اقليم كردستان. ها جميل. ابدا. نتمنى لكم التوفيق دكتور، وشرفتني ويعني سامحني على صراحتي ايضا. شكرا جزيلا لك دكتور علي الحديثي الامين العام لتجمع حزب نهضه جيل. شكرا دكتور. وانا اشكرك جدا، تحياتي لك. حياك الله. شكرا لك دكتور. اذا احبتي الكرام، باسمكم اشكر الدكتور علي الحديثي الامين العام لتجمع حزب نهضه جيل، واتحدث بحديث جميل وحديث واقعي وارشادات ونصائح للمواطن، وكيف ممكن المواطن اليوم فعلا على مود احنا نقضي على التظاهرات مثلا. ليش احنا اليوم انا في بداية الحلقة شلون احنا نجي نطلع تظاهرات على الفاسدين واحنا اللي جبنا الفاسدين وبعدين نجي نطلع عليهم تظاهرات؟ اذا هذه لازم احنا نقضي عليها، المواطن هو يعمل على هذا الموضوع. انطوني تصريح سيد مطشر السامرائي حول عودة نازحي مدينة بيجي. انطيني تصريح سيد مطشر وبعدين نرجع. فيما يتعلق في محافظة صلاح الدين، الكل يعرف انه يعني مجلس الوزراء اصدر قرار بعودة النازحين في قضاء البيجي، لكن لحد هاي اللحظة هذا القرار ما نفذ. السؤال لماذا لم ينفذ قرار مجلس الوزراء اللي هي السلطة العليا التنفيذية في البلد؟ هذا يسبب إشكال. إضافة إلى ذلك، يعني عندنا مناطق أخرى مهيئة أن تعود، مثلا المنطقة غرب سامرة المحصورة بين الخط السريع اللي يربط بين سامرة تكريت، الخط السريع، وبين اللاين يعني أنابيب النفط يسمى اللاين. هاي منطقة محصورة بحدود هي كيلوين ونص، تمتد من يعني من بداية الجسر الحديث اللي حاليا مقطوع يسمى محليا الجسر الياباني الى ناحيه الى جنوب ناحيه دجله. هاي المنطقه يسكنها يعني بحدود اكثر من 300 الى 400 اسره او عائله، تمتهن الزراعه. حاليا هؤلاء لم يسمح لهم بالعوده، يعني واحد يجلس في منطقه الحوش بينه وبين بيته 200 متر وهو ساكن بهيكل وبيته موجود وممكن أن يمارس عمله ويزرع. السؤال الموجه إلى قيادة عمليات سامرة، لماذا لا يسمح لهؤلاء، علما أن هؤلاء تم تدقيق موقفهم وسلامة موقفهم الأمني؟ عدم استجابة لهؤلاء هذا يسبب إرباك. إحنا يعني كما يقول في العراقية كافي كل لعبة ولها، بس إحنا اليوم نبحث عن إيجاد حلول نخفف عن كاهل المواطن العراقي. يعني رجل أخرج من دياره عنوة، الدولة ما قدرت تحميه،
وتحمل العناء وصبر على الدولة. الدولة يجب أن تكون بمثابة الأب الحاني، عدم عودتهم هذا سبب إرباك. جميل، هذا ما تحدث به السيد النائب مطشر السامرائي، طبعا نشكره على هذا الحديث الممتاز. ناخذ حميد، تفضل حميد. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام كل الهلا. استاذ بغداد السلام عليكم. وعليكم السلام كل الهلا ومرحبا، تفضل. انا حميد عبد يوسف من محطة بلد للرزيعات، ممكن التقيت بس لوبات وما صار لنا تلحن. احنا ناس مهدرين وفايل حظنا. لا اقول محافظ صلاح الدين، اول ما صار محافظ والتقيت انت وياه دار ثلاث ايام رجع المهجرين وقلب العيد رجع المهجرين واحنا فاين حظنا ولا راكب ولا رايحين ولا جايين. نعم. اذا ما الدولة العراقية تريدنا خلت تفرد الدولة تريدنا من حتى. نعم. اللي صار بنا ابد ما هذا اللي صار بنا ما صار قبل. نعم. واللي حالنا ما عاد يتحمل المهجرين اللي يبون العراقيين الاتفاقيين راحوا غير دينا وحافونا وانتخبناهم أيات حلاوي خلينا قائمة أعلى القوائم كلها وانت ما يدا عيدنا ولا صالح المصطفى يدا عيدنا ولا كل واحد يدا عيدنا. الماجدة العراقية وين طيروا هو الماجدة قبل حتر بالماجدة وين ضرت ماجدة والله الدنيا ضرت أمور. احنا استاذ مغداد انا راح اموت حتى جلطه. لا سلامتك ان شاء الله. انتم 20 واحد ماتوا من الجلطه استاذ مغداد عيني. سلامتك ان شاء الله، عمرك طويل حج حميد عيني. لا عمري طويل، اربع سنوات مهجر وياي 150 عائله اللي كلهم ماتوا، اللي سقط واللي جلطه واللي ما تحمل بعد حامل. نعم. يرجعونا لديارنا ويقولون انتم مو عراقيين خلي يطلعونا خارج البلد. يا استاذ مقداد يا عيني احنا نتكرف بخلاص سامرة وبهالسامرة وبالعراقيين وبالعلاوي وبالمالكي وبكل الأمة نتكرف. ليش تتوابنا؟ ليش احنا شو مسوين؟ احنا لا دواعي لا هذا سجن يعاقبونا عقوبة سجن مثل سجن بس تطلع واروح وارد. يا استاذ يا عيني انا مسجون سجن انت محروم بيرتك وتمني ما راح تدعك عني. صح. الو اسمعك تفضل حجي كمل. استاذ مقداد عيني يسوون حال ماكو غير قناه سامره داعين لو على روس قناه سامره واحنا نتفضل بكم ونتشرف بكم. الله يرضى. الله يرضى عنك يا خالي وان شاء الله احنا ما نعوفكم والى ان ترجعون الى دياركم. واحنا تدري احنا موضوع محطة بلد كثير، يعني صدقني انا في جلسة البارحة مع شخصية مهمة وتحدثت في هذا الموضوع ويعني داعيت بحزام بلد وحزام الدجيل بالعودة. يعني انا يعني موضوع هذا ما نريد نحكي بالاعلام لكن وعدونا ان شاء الله قريب واكو مشاكل ومعوقات هاي كلها تذلل وان شاء الله عقبات تذلل وهاي كلها تحل ان شاء الله تعالى. شكرا حميد، شكرا لك خالي، شكرا. اتصال اخر. نعم سفيان من الشرقات، تفضل سفيان. الو تفضل سفيان. العفو بدون احنا يعني عندي شهيد ابني، انا احكي عن كل الشهداء الموجودين بالشرقات. نعم. هذه معاملات كملناها ولدنا استشهد وضحوا بارواحهم من اجل هالبلد هذا. نعم. وعدهم عوائل، عدهم أطفال، وعدهم نسوان، والسلام رواتب عدهم وعشي عدهم. نعم. وحقوقهم راحت وقدمنا. نعم. معاملات التعويض وهي صار لها 9 أشهر وعشر أشهر وكل شيء ماكو. نعم. اللي عنده واسطة يستلم حقوق، ما عنده واسطة ما يستلم. يعني وياك ناس حالهم حالك استلموا؟ ها؟ وياك ناس حالهم من حالك استلموا لأن عندهم واسطة؟ إيه نعم استلموا 41 مليون إلا ربع رواتب. طيب ويمنا الموضوع تحديدا؟ الموضوع احنا نريد يمشون معاملات مع التعويض. يم منو تحديدا؟ يم اي دائره؟ انطيني يم اي دائره، يم اي شخص، منو اللي مشى غيرك وعافك؟ انطيني اسماء، انطيني شخصيات، تفضل. ايه يم منو تحديدا؟ يم قسم التعويض بالمحافظه، محافظه صلاح الدين.
يعني قسم التعويض ما يمنوا منو المسؤول منو اللي مشاهم؟ والله ما أعرف المسؤول عن المحافظة إذا ينطي قصاصة المدير التعويض يروح يستلم، ما ينطي قصاصة ما يستلم، معاملتنا عليه مصالح 10 أشهر. يعني هسه هو المحافظ هذا الرجل وينه؟ نسوي المعاملات وكل شيء معكو. المحافظ وين على مود هسه احنا هم نطالب السيد المحافظ؟ انا ادري وين، غير مسجون غير باب وانسجن. يعني احنا نتمنى ما يصير اي اي تجاوز. سفيان شكرا. انطوني تصريح السيد ضياء الدوري حول صلاح الدين. تصريح السيد ضياء الدوري حول صلاح الدين انطيني اياه. نعم، في الحقيقة بعد معاناة كبيرة ومناشدات ومطالبات ومراجعات للوزارة المختصة، تم بعون الله فتح دائرة تسجيل عقاري في قضاء الدور. لا سيما هذه الدائرة نعتقد أنها من الدوائر المهمة جدا في القضاء، سيما وأن القضاء تعرض إلى أضرار كبيرة في المباني السكنية، والمواطنين بأمس الحاجة إلى ما يؤيد امتلاك هذه الدور، سيما وأن القضاء اليوم أصبح مستقرا وبحاجة إلى تعويضات مالية للمتضررين، وهذا الأمر يتعلق بفتح دائرة التسجيل العقاري، لا سيما المعاملات كلها بحاجة إلى سند طابو لعام 2017، وهذا السند لا يتوفر إلا في هذه الدائرة، فبالتالي كانت المعاملات كلها معطلة إلا بعد فتح دائرة التسجيل العقاري. ناخذ اخر اتصال. هبه من الكوت، تفضلي هبه. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام ورحمه الله. استاذ انا هبه من الطوز. ها من الطوز، تفضلي. اي نعم خابرتيني انت قبل فتره. دقيت عليك رمضان. اي صحيح. دقيت عليك قبل رمضان. نعم اتصلتي علي، تفضلي هبه. استاذ تفضلي. استاذ انا اخواني نريد منك استاذ تسال على ابويا. نعم استاذ احمد. اطالب استاذ احمد الاسدي شلون يقول هما مختطفين. نعم. وين مصيرهم؟ نعم. ابويا واحد منهم اللي هم الأربعين واحد اللي من الطوز بمحرم، صح؟ نعم نعم. أتذكر. تسأل الحاج الهادي العامري. نعم. وكريم النوري. نعم. وين العفو العام؟ عفو الأبرياء؟ وين صار؟ نعم. وأريد أعرف مصير أبويا. نعم. هاي ان شاء الله رسالتك. نعم مليت من انتظار استاذ، لما فوق التهذيب ابويا استخلوه. نعم. شنو احنا اطفال ابرياء؟ نعم شنو احنا ذنبنا؟ احنا اطفال ابرياء استاذ. نعم ان شاء الله رسالتك توصل، وشخصيا نقتطع هذا الاتصال وندز ان شاء الله الى، انا شخصيا ادز الى كريم النوري. شكرا لاتصالك هبه. شكرا شكرا لكل من اتصل، شكرا لكل من تواصل، شكرا موصول لكم احبتي على حسن المتابعه. ها هو مقداد الحميداني، يترككم بحفظ الله ورعايته. موعدنا السبت القادم، في امان الله.